من منا مشاهدينا لا يعمل من أجل الحصول على منزل الأحلام؟ البعض يحلم به على شاطئ البحر، والبعض الآخر يتخيله على قمة جبل عال. ومن الممكن أن نحلم ببيت جميل ضمن مزرعة أيضا تحيطها الأشجار، لكن اليوم حديثنا عن سيدة مصرية حققت حلمها ببيت العمر في حافلة متنقلة. التفاصيل مع ميس الكرات. صممت يارا شلبي مشروع تقاعدها قبل الأوان عندما حولت حافلة قديمة إلى بيت متنقل بكل لوازم المعيشة ووسائل الراحة، فأغناها عن دفع القيمة الإيجارية الباهظة للسكن في حيها الراقي بالقاهرة. هو بيت متنقل، هو بيت فيه كل وسائل الراحة. أنا رعيت فيه أن يكون تصميمه بالظبط زي الفيديوهات اللي كنت بفرجها لابني لما كنت بقنعه بالفكرة، لأن هو في الأول ما كانش مقتنع وكان عنده تخوف، فكنت بفرجه صور للناس اللي عملت حاجات زي كده بره مصر، فشاف كام صورة هو دي على عجبته وقال لي لو بالشكل ده بالظبط أنا عنديش مشكلة. فالشكل دي بالظبط، وأنا قلت كلمة قلت له حاضر هي دي اللي هيبقى الشكل، أنا التزمت بكده. التحدي الذي واجهها تمثل في أعمال التركيب والبناء والتشطيب، وفي ظل عدم وجود نماذج سابقة تذكر للمشروع تعين عليها أن تفكر في الأمر من منظور إبداعي. عدلت تصميم جسم الحافلة بحيث يسمح لها بسهولة الحركة، ورفعت مستوى السقف وأضافت فتحات لتكييف الهواء، ووضعت ألواحا شمسية على السطح، كست الأرضية والطاولات والجدران بألواح من الخشب لتحقيق الانسيابية مع محيطها. وهو ده اللي شجعني ان انا اوصل ان الحلم ده من مجرد ما هي كانت فكرة ترفيهية للرحلات وللسفر وللكامبينج وكده، لان انا احوله لفكرة اقتصادية لبديل للسكن. كنت براعي في كل تفصيلة في التصميم ان هو يكون في وسائل الراحة اللي تخليني مش حاسة ان انا سبت بيتي، لا انا عايشة لسه في بيتي بالاجهزة بتاعتي بمساحة ضيقة اصغر شوية، بس على الاقل ملكي مش ايجار مش ارقام بتتدفع في الارض. حصدت يارا ثمار جهدها ودفعت في نهاية الأمر نحو 20% من تكلفة شقة متوسطة باستثمار بلغ حوالي 350 ألف جنيه مصري، بما في ذلك ثمن الحافلة، ولم تعد مضطرة لدفع إيجار شهري على المدى الطويل. لا تعتزم يارا استخدام الحافلة كمنزل دائما فحسب، ولكن أيضا كوسيلة آمنة للتنقل والإقامة في رحلاتها المتكررة إلى صحاري مصر الشاسعة. أنا بحب أسوق أصلا، سواء ترالي وبدخل سباقات وبمشي في الصحراء مسافات كبيرة، فأنا بحب السواقة وبحب أن أنا أكتشف الأماكن الطبيعية كمان بالذات اللي حوالينا. فلقيت أن علشان ظروف مادية بحتة ان انا اقدر احقق الحلم ده، بدل ما هو يبقى لسه بعد 60 وانا عندي 60 ولا وانا عندي 70 سنة، لا ده انا ممكن اعمله من دلوقتي. حولت موظفة البنك يارا هذه الحافلة التي كان من الممكن ان تصبح قطعة خردة الى منزل صغير لها ولابنها، وضعت فيها كل احلامها وحرصت على ان يكون البيت الدافئ والملاذ الامن.